هو فضاء للذاكرة، وأيضا يعد إحدى مواقع الضمير. وهذا الافتتاح له دلالة من حيث فيه نوع من الاعتبار للضحايا وكل الضحايا التي كانت جسمنا، أيضا لذوي الحقوق والعائلات. وأعتقد على أن هذه اللحظة هي لحظة رهيبة استحضرنا فيها طبعا ما وقع في بلادنا، لكن في نفس الآن نحن تواقون إلى بناء مجتمع مغربي يقوم على أنقاض ما وقع في الماضي.